يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أقرضت مالا لصاحبي واتفقنا على أنه يعيد هذا المال بعد عام، وهذا الأمر منذ 4 سنوات ولم يعد لي مالي وهو عاجز عن إرجاعه. يقول هل علي زكاة في هذا المال؟ وهل يجوز أن أعطي زكاة مالي لصاحبي هذا ليرجع لي الدين مرة أخرى؟ الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، إن أسقطته عنه فهذا أحسن، وإلا أقل الأحوال أنظره. وأما الزكاة فلا تجب فيه زكاة حتى تقبضه، لأنك لا تدري هل يأتي أو ما يأتي، فإذا قبضته فزكه عن سنة واحدة فقط. وأما إعطاؤه من الزكاة، من زكاة مالك، من أجل أن يسدد لك، فهذا لا يجوز، هذه ما تصير زكاة، ما تصير زكاة، لأنها سترجع إليك، أنت ناويها ترجع إليك، لا تكون زكاة. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.